السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي الرؤية العربية لسنة 2045، في الرؤية بتاعت 2030 اللي كل الدول شغالة عليها، كل الدول في العالم مش الدول العربية بس. دي بقى الرؤية العربية 2045، وده مستند رسمي من جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، ازدهار البلدان كرامة الإنسان. طيب، رؤيتنا طاقات وابتكار، رسالتنا ننتج ونبتكر المعرفة. خلينا ننظر نظرة سريعة كده، أو الطبع والتصدير والشكر والتقدير، المحتويات هنا بيكمل بيقول إن هو في لازم تكامل الجهود لتحقيق تطلعات الدول العربية والشعوب العربية بلا استثناء، يعني لازم ندخل فيهم فلسطين واليمن والسودان وسوريا والعراق وكل الدول، لازم يبقى في نهضة لكل الدول، مفيش دولة أفضل من دولة. في يعني 5 تحديات او اتجاهات، اللي هو تغير المناخ والتحولات الديموغرافية والتوسع الحضري وظهور التكنولوجيا الرقمية وعدم المساواة والتحولات الديموغرافية. عدم المساواة دي تحط تحتها خط اللي ساعات بيدخلوا اجندات غريبة فيها، والتوسع الحضري والابتكار التكنولوجي. طيب، لما انا كنت بتصفحها كده لقيت شوية حاجات جميلة. اول حاجة هنا هو بيتكلم على الثورة الصناعية الأولى، بداية اختراع الماكينات والطاقة المائية والطاقة البخارية، وساعتها كان في يعني هل الآلة ممكن تعمل شغل الإنسان ولا لأ، وكان في تحدي بين آلة مثلا بتحفر حاجة معينة وإنسان بيحفر في نفس الوقت، كان شاب أسمر من أفريقيا. الثورة الصناعية التانية اللي هي الكهرباء والإنتاج الواسع والنطاق وخطوط التجميع، الفترة بين الثورة الصناعية الأولى والتانية كانت كبيرة، بين الثالثة بدأت الفجوة تقل، بالرابعة ما لحقناش، الخامسة في ثواني. الثالثة الأتمتة، الإلكترونيات، التليفونات، الحواسيب، التصنيع الرشيق، اللين مانفاكشر. طبعا اللين ده لسه يعني بنتعرف عليه، لأن أنا بيقول لك لأ خش بقى في الثورة الصناعية الرابعة والنظم السبرانية والاستهداف العموم، لسه بنقول يا هادي، قال لك الثورة الصناعية الخامسة، البشر والآلات والنظم السبرانية المادية المعرفية وسلسلة إمداد مستجيبة وموزعة. طيب، أجمل حاجة بقى في الورقة دي عجبتني إن هو بيقول لك إحنا في الواقع الراهن اللي هو دلوقتي، والواقع المستهدف المفروض نوصل ليه. يعني نسبة استهلاك الطاقة المتجددة إحنا دلوقتي 5%، عايزين على 2045 نكون 40%، فعشان نوصل لده يبقى نقسمها لأجزاء صغيرة. ما ينفعش نقول إحنا هنيجي 2025 ونشوف إحنا وصلنا لإيه، لأ كل سنة سنتين كده والله وصلنا لمستوى معين، يعني وصلنا مثلا ل 6%، 7%، 10%، ماشيين في الهدف مظبوط، خلاص مفيش مشكلة. انما ما اجيش الاقي نفسي ايه بدأت هو 5 5 5 5، فمش 20 24 20 44، الاقي نفسي 5 ومتوقع ان 45 هنط ال 40، لا لازم نكون ماشيين ايه سلم كده، بنحقق اهداف كل سنة. متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الاجمالي بالاسعار، تمام. 2020 كان 5.9، يعني 6 دولار، المفروض يوصل ل 18 دولار. المهم ما يحصلش تضخم. دليل الابتكار العالمي كان سنة 2022 25، المفروض يوصل لأعلى من 60، احنا بنهدف للأعلى من 60. دليل الأمن الغذائي 62، المفروض نوصل لأعلى من 80. المساهمة الإجمالية للسفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي 10%، عايزين يوصل لأعلى من 15%. دليل الأداء البيئي 42، عايزين يوصل لأعلى من 45. لاحظ الأرقام دي مش عشوائية، يعني هو الأداء البيئي ده احنا فعلا عايزين نوصل لأعلى حاجة فيه، يعني مش هنوصل ل 100%، لكن خلينا أرقام جدية، محدش يوصل ل 100%. السفر والسياحة، كمية السياحة اللي موجودة يعني 15% معقولة، لأن الأغلب الاعتماد المفروض يكون على الزراعة والصناعة. مشكلة السياحة إنها يعني ممكن أي هفوة أو أي غلطة بتطيرها لك، ممكن حد يشير لك فيديو سيء فيدار لك السياحة، ممكن حاجة زي كورونا تقعد الناس كلها في البيت فمش مضمونة بقى، فمينفعش اقتصاد يكون معتمد على السياحة، لكن لازم نشجع السياحة، لازم نشجع السياحة، لكن ما يكونش اعتمادنا الأول والأخير عليها. أرصدة الدين 82%، المفروض يوصل لأقل من 50%. دليل التنافسية العالمية 58، المفروض يوصل لأعلى من 75. الفقر طبعا أهم حاجة، 8%، نهدف إن هو يكون 0%.
الأداء المصادف بالنسبة لي شايف إن هو فعلا مدروس كويس وأرقام منطقية. الأمن والأمان، السيطرة على الفساد، طبعا الأرقام ديت أغلبها أكتر حاجة فيها الإمارات وقطر والسعودية بعديها، يعني الإمارات وقطر بيتنافسوا في الأرقام، السعودية بتيجي بعديها. نتمنى إن الدول العربية تاخد مراكز متقدمة النهارده، يعني مش مستنيين 2030، نتمنى ان قريب توصل لافضل الارقام. السيطره على الفساد دي من ضمن المؤشرات. انا بقول الارقام دي ليه؟ كل دوله تبدا تشوف ايه الارقام اللي هي عايزه توصل فيها. حتى لو انت مدير في شركه تبدا تشوف المؤشرات اللي تقول لك ان انت ماشي صح ولا غلط، كي بي اي، لان ممكن انت تكون شغال وبتصرف وبتعمل لكن مش ماشي في الاتجاه السليم، فمالوش اي لازمه. الاستقرار السياسي، القيمه، تمام. 0.9 هو عايزين نوصل ل 1.5. اجهاد المياه، مؤشر الامن السيبراني، كفاءة استخدام المياه، دي طبعا اكتر حاجة انا بهتم بيها. 9.6 دولار للمتر مكعب، عايزين نوصل ل 30 دولار للمتر مكعب. الامن الجيو استراتيجي، يبقى فيه جهاز رصد مبكر لأي نزاع محتمل والأزمات سواء داخلية أو خارجية، وتقوية شبكة المواصلات بين الدول العربية زي سيارة وسكة حديد ومطارات ومرافق، ولازم إن شاء الله يكون في مطار في غزة ويكون في ميناء في غزة إن شاء الله، وفضلا عن بقية الدول العربية بإذن الله. الأمن المائي والغذائي، يبقى في مصرف عربي متخصص في تمويل المشاريع الإقليمية، ياريت نبدأ نستثمر في السودان، وإن شاء الله السودان ترجع بلد واحدة في الشمال وجنوب. نتمنى الخروج بالمنطقة العربية من الإجهاد المائي وضمان توفر المياه. طبعا احنا عندنا مشكلة، وخصوصا في كثير من الدول العربية، مصر مثلا في موضوع سد النهضة دوت، نتمنى إن الناس تتدخل وتحله. ويبقى في أنظمة مغلقة لإعادة التدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي والمياه المعالجة، دي الأماكن اللي بعيدة عن الأنهار، إنما اللي موجود في الأنهار المفروض يبقى فيه احترام للنهر. يعني المياه اللي بتيجي من منابع النيل، منابع النيل تقريبا 200 منبع، هو المنبع الأساسي في فيكتوريا، لكن بيجي من 200 مصدر، من 200 جبل، 200 يعني في 200 مصدر لمياه النيل. المياه بتفضل نظيفة طول ما هي ماشية، لكن أول ما بتيجي عند أسوان بنلاقي شركات زي أسمنت أسوان بيرمي في النيل، فده جريمة، المفروض نحترمها زي ما بقية الدول بتحترم الأنهار. يعني كل دول العالم بتحترم إن ربنا اداها نهر، فلازم ما ترميش أي حاجة فيه، لازم يفضل يعني صافي. تغيير سلوكات الإسراف في استهلاك الموارد في المنطقة العربية عن طريق تشجيع الإدارة السليمة لموارد المياه، المفروض يبقى في الأفلام والكرتون والمدارس، يبدأ إن هم يركزوا على حاجات زي كده. الأمن البيئي، تطوير أنظمة مبكر ولتشغيل الجوائح البيئية والصحية وكوارث طبيعية كالزلازل وغيرها، وبناء هياكل مؤسسية لإدارة الكوارث. تعزيز مبادرة الانتقال العادل المتصلة بالتنمية المجتمعية وتغير المناخ. دعم الأشخاص والفئات الهشة والأكثر عرضة للآثار السلبية الناتجة عن تغير المناخ زي صغار المزارعين وقاطني المناطق الساحلية وكبار السن. زيادة الاستثمارات في مشاريع الطاقة النظيفة زي الطاقة الشمسية، طاقة الرياح وهكذا. الحفاظ على الحياة البرية والنباتات والتربة الصالحة والبيئة البحرية. أمن موارد الطاقة، تسريع الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج والمتنوع، وتوظيف عائدات النفط والغاز إن دبي بتبعتهم وممكن يخلصوا في أي وقت، فلذلك الدول لازم يبقى ليها مصادر تانية تعتمد عليها. نبدأ نشوف السلع الزراعية والغذائية والصناعية والخدمية. أمن الفضاء السيبراني، تأسيس هيئة عربية عالية المستوى للإشراف على الأمن السيبراني، دي المركز الوطني للتميز، تعاون فيه بقى الناس كلها عشان يبقى فيه خلية دعم تكنولوجيا المعلومات يفيد المزارع والطالب. يعني ممكن المزارع ممكن يكون في آفة مثلا جت في المحصول، فيبقى في برنامج مثلا على الموبايل اللي يقول له الآفة دي نوعها كذا وازاي تخلص منها، دي من خلال التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي. ممكن لو هو في نظام الرعي في أي مكان، ممكن يكون هو متجه الشمال بينما المية في الجنوب وهو معرفش، فممكن من خلال الناس بالأقمار الصناعية، ودي حاجة اشتغلنا فيها فعلا،
وصلنا فيها في دول افريقيه كتيره، بنحدد الاماكن اللي فيها ميه، فهو بيبقى عارف اي مكان اللي هيمشي مثلا مسافه قد كذا هيوصل ليه، فبيبدا ان هو يتجه ناحيه المياه. التعامل مع انقطاع الكهرباء في الريف وغيره من خلال توفير الكهرباء المولده باستخدام الطاقه الشمسيه والرياح كمصدر طاقه احتياطي ومصدر طاقه اساسي. ودي حاجه جميله ان المدينه ما تقدرش تحصرها، يعني تقطع عنها الكهرباء خلاص، يعني عندها طاقه شمسيه والرياح. توفير موارد مياه غير تقليديه لمواجهه شح المياه من خلال تشجيع اعاده استخدام مياه الصرف الصحي المعالجه في الري. تاني، مفروض الحلول دي للناس اللي ما عندهاش نهر. وضع مجسات تعمل بتقنيه انترنت الاشياء عشان يبقى عندنا بيانات عن ظروف التربه والرطوبه وانماط السقايه وظروف اعاده البذر، كل ده في ثواني. التعاون في رصد هجرات الاسماك. طيب، العدل والعداله، العدالة الاجتماعية، الاستثمار في الإنسان والإنسان، العدالة القضائية، وده مؤشرات الأداء. مؤشرات الأداء دليل وصول العدالة 0.49، الأداء المساوي 0.9، دليل الفجوة بين الجنسين 0.64، أعلى من أو يساوي 0.85، دليل التنمية البشرية، دليل تقييم حق الوصول الرقمي، دي مهمة جدا، حكم القانون، حرية التعبير. حرية التعبير، سمعت الكلمة ده قبل كده فين؟ ماشي. المواطن لازم يكون عند التعليم الاصول المملوك، كل المعلومات تكون متوفرة عنه ويقدر ان هو يصل لاي المعلومات، ويبقى في دعم من خلال المقررات المفتوحة للجميع. MOOC ده موقع كتير جدا زي كورسيرا زي ايدكس كده، حاجات كتير جدا بتدي كورسات مجانية اونلاين وتقدر تاخد شهادة معتمدة. الابتكار 76، ده نسبة مستخدمي الانترنت. انا بقول ايه الابتكار اللي ستة، نسبة مستخدمي الانترنت 76، المفروض نوصل ل 95، ده المستهدف. تنمية تكنولوجيا المعلومات الاتصالات من 4.7 ل 8، الجاهزية الوطنية للذكاء الاصطناعي 40، المفروض نوصل ل 75. البيانات المفتوحة، حرية الوصول للمعلومات، عصر التعليم الأول للتعليم الاستذكار، وبعد كده التعليم القائم على الإنترنت، وبعد كده التعليم القائم على المعرفة، والتعليم القائم على الابتكار. دي مهمة جدا. الأول والتاني بيركز على المعلم، المعلم هو اللي عنده معلومات وبينقلها لك. الطالب المفروض بقى دلوقتي هو التركيز عليه، هو اللي بنقول له دور على المعلومة. يعني في أحد الكورسات اللي كنت في الجامعة بقول له خد اهو الحاجه الموقع اهو واستخدمه وبعد كده ناقشني، يعني عايز معلومه معينه خدها ودور عليها وتاكد انها صح. مثلا قول للذكاء الصناعي اعمل لي صوره لمدينه او صوره مثلا من العصر الفاطمي او المباني اللي موجوده في العصر الفاطمي، هو جابها لي. انت بقى كراجل دارس للعماره قول لي ايه الاخطاء او ايه الحاجات اللي مش مظبوطه، او هو مثلا ما جابش الصوره مظبوطه ليه، ممكن يكون في عنصر مثلا مش بيستخدم في العصر دوت، ونبدا ان هو يدور على المعلومه ويبدا ان هو ينقشني فيها. يعني ما لازم تفترض ان هو يستعين بالذكاء الاصطناعي، فعلمه الذكاء الاصطناعي وابدا ناقش فيها. الاجهزه بتعمل الطاقه الشمسيه اللي هتبدا تعمل تسجيل للاثر وسلاسل الكتل البلوك تشين، تطبيقات الذكاء الاصطناعي، الموك، التجارات المفتوحه على الانترنت، تطبيقات الهاتف الالي، الهواتف الآلية، المركز الوطني للتميز. التنمية المستدامة، معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي 3.5، عايزينها تبقى 5.3، ده المعرفة العالمي. التنمية المستدامة، التطوير، الكلمة الأكثر سلبية اللي هي النهب، عايزينها تختفي، عايزين يبقى في صناعة وتطوير. التنوع والحيوية، في ابتكار مستدام، ابتكار استثماري، ابتكار اختراع، ابداع، ان انت تخترع حاجة من حاجة ما كانتش موجودة قبل كده. التجديد الثقافة الحضارية، دي طبعا الصورة دي من دبي، ده متحف المستقبل، عايزين نبتكر وفي نفس الوقت نحافظ على الحضارة بتاعتنا، نحافظ على اللغة، نحافظ على البعد التاريخي، نحافظ على الآثار اللي موجودة، حافظ على المقابر. ترتيب اللغة العربية مفروض ان هو الخامس، عايزين نوصل للتالت ان شاء الله، نوصل الاول.
عايزين يبقى في شبكه كهربائيه بين الدول العربيه كلها، تمام، بحيث ان كل دوله بتستهلك وبعد كده يتحاسبوا بقى هما براحتهم، يعني انت خدت كهرباء قد كذا، انت خدت كذا، طب انت خدت في الشهر ده اكتر وانا خدت عوضتلك في الشهر اللي جاي، فيبداوا ايه، يبقى في تبادل الطاقه بين الدول العربيه، في تجدد ثقافي وحضاري، وفي بحث علمي، في ترجمه، في انتاج البحوث باللغه العربيه. البيانات الجي اي اس، البيانات الجغرافيه الحيويه، بيقول لك ان في 846 منطقه ايكولوجيه في العالم زي الصحراء الساحليه، الاريتريه، اثيوبيا، المياه الجوفيه، دي الخريطه الجغرافيه بقى، الكثافه السكانيه، الاضاءه الليليه، طبعا القاهره منوره الحمد لله، الموانئ وخطوط النقل البحري. الخرائط صراحة قيمة رهيبة. بالمناسبة نهر النيل اتغير المسار بتاعه عبر التاريخ، يعني عبر 7000 سنة كان بيحصل فيضانات، ولما الماء تقل الاتجاه بتاعه بيتحرك شوية، ففي بعض الأماكن اتحرك 6 كيلو من مكان لمكان، من السير مش بتتم بسنة واحدة، لا يعني 7000 سنة، فمرة اتحرك 20 سنتي، مرة اتحرك 10 سنتي. فنهر النيل في الخرائط اللي يرجع للخرائط القديمة بيلاقي مختلفة عن دلوقتي، نتيجة ان الفيضانات كل مرة بيبدأ ان هو يغرق كرة، وبعد كده لما يجي الكرة دي تلاقيها بقت المية والمسار اتغير وهكذا. مزارع الطاقة الشمسية من افضل الدول طبعا في الحاجات دي، مصر والامارات عندنا طاقة رهيبة في الطاقة الشمسية دي. الحواشي، مش الحواشي، الحواشي، تمام، دي مهمة جدا يعني. المراجع، كلام جميل ونتمنى ان هو يتنفذ ان شاء الله، يتنفذ لكل الدول العربية بلا استثناء.